الكتاب ده قريته وعاوز اغيره. جايزة نوبل؟ عجبك كتاب جايزة نوبل يا شريف؟ ده مليان حكايات حلوة ومعلومات جميلة، وانا عملت عليه بحث. شاطر يا شريف. امال فين البحث اللي انت عملته؟ في البيت. ليه؟ كنت حوريه الابرة معرفة توريه الجد عبده عشان يديك جايزة نوبل. جايزة نوبل بحالها؟ تتعرفي جايزة نوبل دي كام؟ ايوه، تجيلها بألف جنيه. جايزة نوبل دي ما تقلش عن 30,000 دولار. ياه، ممكن تكون اكتر بكتير، بس ما تقلش عن 30,000 دولار. حلوين، نشتري لك بيهم عجل. صباح الخير يا جدو عبد. صباح النور يا أبلة معرفة. هو ال ال الايه؟ ال ال الأولاد عاملين ايه؟ كويسين. ولد اسمه شريف عامل بحث هايل عن جايزة نوبل. عظيم عظيم. مش حضرتك هتدي جايزة يعني لشريف؟ شريف مين؟ الشريف اللي عمل البحث الهايل ده مش يستاهل جايزة. هو الساعة كام دلوقتي؟ 9:15. دلوقتي بقى وقت القراءة الجماعية. مع السلامة. أما يا جدو عبده، ليك عندي حتة مشروع. مشروع يكسب ذهب؟ لا، يكسب مجد. زي بعضه. أقول لك دي برضو حاجة حلوة. نعلن عن جايزة باسم حضرتك. انت مستقصداني ليه يا أنسة؟ زي ما في جايزة نوبل يبقى في جايزة جدو عبده للقراءة. خلاص، ابقى اعملي لي مشروع كتابي بالحكاية دي وبعدين ابقى ابحثها. وجايزة شريف؟ انا حابة اقدرها بمعرفتي وخليه يبقى يجي قابلني بكرة. لا، شريف في الجنينة برا. صباح الخير أيها الأعضاء المحترمين. صباح النور يا أبلة معرفة. شريف ساكن في شارع حرف وصفحات، وهو بيحب القراية جدا. ده هو شاطر جدا، قرأ كتاب عن جايزة نوبل وعمل عنه بحث جميل. على فكرة جدو عبده مبسوط جدا من البحث بتاعك، وبعت لك الجايزة دي، عضوية مجانية في مكتبة جدو عبده الثقافية. مبروك يا شريف العضوية. ولسه كمان جدو عبده هيديك جايزة مالية. دلوقتي بقى كلنا هنغني لشريف ونقول له مبروك يا شريف العضوية، مش ناقصك غير جايزة مالية. مبروك يا شريف العضوية، مش ناقصك غير جايزة مالية. والجايزة على جدو عبده، هو اللي معاه النقدية. والجايزة على جدو عبده، هو اللي معاه النقدية. مبروك يا شريف العضوية، مش ناقصك غير جايزة مالية. مبروك الشارة الذهبية، مبروك الشارة الذهبية، مبروك الشارة الذهبية، مبروك الشارة الذهبية. مبروك يا شريف العضوية، مش ناقصك غير جايزة مالية. مبروك يا شريف العضوية، مش ناقصك غير جايزة مالية. يا مثقف جينا نسقف لك ونقول لك واصل مشوارك، خلتنا نحب نكون زيك وحنقرا ونمشي في طيارك. وحنعمل حفلة شبه هدية، وحنعمل حفلة شبه هدية، وحنعمل حفلة شبه هدية، وحنعمل حفلة شبه هدية. مبروك يا شريف العضوية، مش ناقصك غير جايزة مالية. مبروك يا شريف العضوية، مش ناقصك غير جايزة مالية. مبروك يا شريف واحنا زمايلك في قراية الكتب الثقافية، وبنقرا وبنفكر زيك وبنعمل أبحاث علمية. وبتاخدوا مية على مية، وبتاخدوا مية على مية، وبتاخدوا مية على مية، وبتاخدوا مية. مبروك يا شريف العضوية، مش ناقصك غير جايزة مالية. مبروك يا شريف العضوية، مش ناقصك غير جايزة مالية. الله يخليكي يا قرايه،
وتعيش اصحاب انت وهي وتعيش اصحاب انت وهي وتعيش اصحاب انت وهي وتعيش اصحاب انت وهي. مبروك يا شريف العضويه مش ناقصك غير جايزه ماليه. مبروك يا شريف العضويه مش ناقصك غير جايزه ماليه. خد يا شريف اقرا لنا كتبت ايه في البحث بتاعك لغايه لما جدو عبده يخلص الاجتماع بتاعه. جائزه نوبل هي اكبر واشهر جائزه في العالم، وتمنح سنويا للذين يقدمون عملا عظيما لنفع البشرية. مها كملي قراية بحث شريف من فضلك. وفي هذه الأفرع بالتحديد الطبيعة، الكيمياء، الطب، وعلم دراسة وظائف الأعضاء، والأدب والسلام. ومن المعروف أن أول من نال جائزة نوبل هو العالم المشهور رونتجان مكتشف الأشعة الصينية، وقد نال الجائزة عام 1910 ميلادي. وكانت حكاية جائزة نوبل يا ولاد هي حكاية نوبل نفسه. كمل يا شام. حرم ألفريد من التعليم المنتظم ولم يكن قد تعلم في المدرسة أكثر من عامين اثنين، ولكن كانت في بيتهم كتب كثيرة، وحمل إليه والده مزيدا من الكتب. اقرأ يا حرف. يقول ألفريد نوبل أن القراءة قد عوضته عن الدراسة المنتظمة. كان ألفريد نوبل يقضي وقتا طويلا في النهار يشاهد ويسأل ويناقش ويجرب. أصبحت الكيمياء هوايته المفضلة، وكان يهتم بشكل خاص بمادة النيتروجليسرين، وقد تعمق في دراستها واستغرقت تجاربه عليها سنوات طويلة. وذات يوم من عام 1867 كان ألفريد نوبل في معمله الصغير يجري بعض التجارب حين دخل مساعده. انت كنت بتنادي عليا يا استاذ؟ لا لا، ازاي؟ انا سمعت صوتك بيقول جوناثان جوناثان تعال بسرعة يا جوناثان. أنا قلت كده؟ أيوة يا أستاذ، صوتك رجعني من الجنينة لغاية هنا. خليك معايا. إيه دي؟ أنبوبة فيها مواد. المادة دي هيكون ليها تأثير عظيم في الدنيا كلها. المادة دي هتأثر في الدنيا كلها؟ طبعاً. إزاي يا أستاذ؟ الوقت هتعرف عن طريق الدائرة المغلقة. مفجر مدمر يهد الجبال، يزلزل كيانها، يشيل الرمال، يطير حجارة الجبل على اليمين والشمال. ناخدها عشان نبني بيها البيوت. لحد النهاردة بيوت البشر من تراب، لأن الحجارة قليلة، وبعد الساعات الطويلة بنحصل عليها بعذاب. لحد النهاردة بننحت جبالنا بأزميل وفاس، ده معقول يا ناس؟ وحذر وفذر وقول لي ايه هي. دي مادة رهيبة لكن عبقرية، ناخدها نسلطها على الأرض دي تخلي واطيها عليها وتكشف ما فيها. ده في تحت منها كنوز مدارية، كنوز تحت رجلينا ماشيين عليها، ندوس بالقدم على الكنوز من حديد أو نحاس. ده معقول يا ناس؟ كمل يا صفحات. وطارت شهرة ألفريد نوبل في الدنيا، واشتد الطلب على المادة المدمرة التي اخترعها. وفي 10 سنوات كان قد أنشأ مصانع لإنتاج هذه المادة في 7 بلدان مختلفة، وأصبح من كبار الأغنياء. ولكنه وجد نفسه فجأة متهماً أمام المجتمع العالمي بأنه مجرم شديد الخطر على البشرية. متأسف،
ما عندناش مكان عشانك. يعني ايه مفيش مكان؟ قلت لك ما عندناش مكان عشانك. ايه الكلام الغريب ده؟ فين مدير الفندق هنا؟ العالم الكبير ألفريد نوبل، اهلا بيك في باريس. بسيادة البارونة، فرصة عظيمة جدا. احجز له جناح على حسابي باسم البروفيسور ألفريد نوبل. تحت امر الجناب البارونة. اتفضل اتفضل معي في السلام. اتفضل يا سيادة البارونة. شكرا. على فكرة أنا من أشد المتحمسين لأفكارك العظيمة لفكرة السلام في العالم. أنا قريت عنك كتير في المقالات اللي كتبتيها واتنشرت. كده؟ طبعا. معنى كده إنك مقتنع بفكرة السلام العالمي؟ بكل تأكيد. مع إنك أنت نفسك اخترعت المادة الناسفة المدمرة؟ أنا اخترعتها من أجل السلام وإنجاز المشروعات العمرانية في العالم. بس بتتعمل القنابل وبتستخدم في القتل والحروب. مش ذنبي، أنا ما قلتلهمش يعملوا كده. أنا واثقة إن هو مش ذنبك ومتأكدة من حبك للسلام، بس تفتكر ده كفاية؟ أنا كل آرائي وأفكاري ومحاضراتي موجهة لفكرة خدمة السلام في العالم. وأموالك؟ أموالي؟ أنا لو كنت مكانك وعندي ثروتك كنت خصصت جزء منها لخدمة إحلال السلام في العالم. إزاي؟ يعني في أفكار كتير، ممكن تخصص جايزة كبرى لكل خدمة إنسانية تفيد البشرية. خلاص، اللي هيفضل من ثروتي بعدي حوصي باستخدامه من أجل السلام في شكل جايزة تحمل اسمي.